تعلمي العربية مع أم نام. مرحبا أم نام. مرحبا أم نام. كيف حالكما؟ فلنتعلم الألوان. هذا هو اللون الأحمر، فلنضيفه إلى الوعاء ونضيف القليل من اللون الأزرق. أوه، على ماذا حصلنا؟ على البنفسجي. الأحمر عند مزجه مع الأزرق يعطينا اللون البنفسجي. فلنضيف اللون الأصفر، نسكبه هنا. والآن أم نوم يضيف اللون الأحمر له. فلنمزجهما سوياً. على أي لون حصلنا الآن؟ أصفر عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون البرتقالي. أجل أم نوم، فلنحاول مجدداً. فلنضيف اللون الأحمر. حسناً، والقليل من اللون الأخضر. انظر إلى هذا، لقد تغير اللون. أجل، الأحمر عند مزجه مع الأخضر يعطينا اللون البني. حسناً، فلنجرب اللون الأبيض. عمل جيد، أحسنت يا أم نال. أجل، فلنضيف بعض اللون الأحمر. انظروا على ماذا حصلنا. الأبيض عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون الوردي. مرحى، أحسنتما صنعاً. حان وقت الذهاب. وداعاً. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.